28 كيلو بعدين شرع مكتب صندوق زكاة شقرة باستلام زكاة الفطر لهذا العام من الإخوة المواطنين، والحمد لله رب العالمين. وهذا ثاني يوم من موعد الاستلام، وسيقوم المكتب بالاستلام حتى آخر يوم من رمضان، أي في ليلة العيد. فكانت الحمد لله رب العالمين الإقبال من الناس وتعاونهم كان تعاون كبير، يعني كإحصائية يعتبر أكثر من ثلثي سكان منطقة شقرة أخرج زكاة الفطر طعام، وهذه تعتبر نعمة، وهذا تعتبر عندهم صحوة الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلام زكاة الفطر. وهذه إحياء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت سنة مهجورة. فالحمد لله رب العالمين، فابتداء من اليوم ومن يوم الغد سيقوم المكتب بتوزيع هذه الكميات على أكثر من 50 أسرة. وبهذه المناسبة نشكر الإخوة المواطنين ونشكر أهل الخير، ونسأل الله أن يتقبل منهم هذه الزكاة، ونشكرهم على ما يبذلونه من صدقات ومن زكاة مالية، فإن المكتب قائم بهذه الصدقات وبهذه الزكاة من أهل الخير. فقام بصرف الإعانة المالية في بداية رمضان وصرف إعانة مالية بمناسبة عيد الفطر. أمنا فريق؟ أمنا فريق؟ أمنا فريق؟